الدول الكبيره برضو اللي عايزين الناس يعني تستوعب هذا الامر, وبرضو يعني نقول ان الدوله المصريه بتبذل الجهد وبتستطيع الناس تواجه الازمات. ان في دول كبيره بتعلن حاليا انها مش قادره توفر الغذاء لشعبها لغايه النهارده, يعني لسه من قليل من وقت قليل كانت الشكوى عدم توفير لبن الاطفال في امريكا. وامبارح بعض الدول يعني ما فيش داعي للاسماء, بعض الدول الكبيره يعني بيقولوا احنا مش هنقدر نسيطر على الامر, الدول اللي كانوا بيقولوا عليها من الدول العظمى. فبرضه كون ان احنا كدوله مصريه حتى الان بنقدر نوفر السلع وبنقدر نقف على رجلينا وبنقدر نتواجد وكذا, في حاجه جهد يشكر الدوله المصريه. لكن لابد برضه ان احنا كلنا نعي ان احنا في ظروف غير عاديه. صحيح لابد نبقى عارفين ان هناك نقص في بعض السلع في الخارج وفي سلاسل الامداد, والاسعار بترتفع وتكاليف الشحن بيرتفع وتكاليف النولون بيرتفع. لابد الدوله ما بتمررش الاسعار دي للمواطن, لكن برضه في جانب برضه لابد ان الدوله لها قدرات, ولابد ان احنا نقدر كلنا نتكتف على ما نعدي الازمه. انا بقول لحضرتك دول كثيره فرضت على مواطنيها ان لما يروح السوبر ماركت ما يشتريش الا واحده. صحيح وده لازم برضه ثقافتنا كلنا في كيفيه مواجهه الازمات وكيفيه التعامل معاها وكيفيه ان احنا نتغلب عليها. لازم كلنا, دي مساله مجتمعيه, المجتمع كله لابد ان يتكتف فيها. طيب سيادة الوزير من فضلك نتكلم بقى على باقي المحاصيل الاستراتيجيه, مهم حضرتك طمنا عليها. احنا الحمد لله يمكن برضو في اطار تفعيل الزراعات التعاقديه, ويمكن دوله رئيس الوزراء بيتابع معنا هذا الامر, برضو احنا المحصول من المحاصيل الاستراتيجيه بالنسبه لنا الذره الصفراء. لان الذره الصفراء انت عارفه ان سيادتك بتستخدم برضو كغذاء رئيسي في مساله الاعلاف والاعلاف الاساسيه والحيوانات والماشيه وخلافه. وبالتالي يمكن احنا نسقنا مع اتحاد الدواجن وبعض يعني اصحاب مصانع الاعلاف والمربين الكبار, احنا الحمد لله توصلنا يعني من خلال لقاءات يعني متعدده الشهر اللي فات كله مع اتحاد الدواجن على ان احنا نعمل زراعه تعاقديه ايضا لمحصول الذره. ايوه, ويمكن اعلنا هذه المنظومه امس. وكمان من الحاجه الكويسه ان احنا عشان نشجع الفلاح برضه وندعمه ان احنا حطينا حد ادنى سعر ضمان لمحصول الذره عشان الفلاح يزرع وهو عارف العائد الاقتصادي اللي هيعود عليه. طبعا يعني افترضنا مثلا ان سعر الطن للذره 6000 جنيه للطن. ايوه, وقلنا ايه كمان, ده سعر ضمان, لو انخفض عن ال 6000 هنحاسبه على ال 6000. طب هايل, ولو زاد عن ال 6000 هنحاسبه على السعر بالزياده. بتطمنه